انا اقول لك اللي ممكن في ناس ما تعرفش تركب سلكتين على بعض، في ناس تخاف تحط سلكتين في البريزه، في ناس تخاف تيجي بس جنب حد ماسك صاروخ وشغال، في ناس تخاف تمسك مثلا اجره مطرقه عشان ما تعورش. بس كل الكلام ده بالنسبه لي سهل، مفيش كهرباء ما تكهربش، بس ازاي انك مثلا تغلط تتعلم من غلطك. في ناس مثلا بتطلبني، الناس تانية مثلا ما تصدقش ان انا ما بشوفش، وبعمل ازاي الكلام ده؟ بيشتغل سبحان الله، يعني يمكن المفتح ما بيشتغلش. شغل كنت شغال في الكهرباء دي من 7 سنين، حصل لي حادثه من يعني انا مولود بعيب خلقي بعين واحده، كنت بشوف في الثانيه، حصل لي حادثه ففقدت بصر العين الثانيه من حوالي 5 6 سنين، بس انا ما وقفتش عن مجال الكهرباء واستمريت فيه وطورت نفسي بنفسي والحمد لله يعني كافحت لحد ما بقيت صنايعي درجه اولى. انا راضي باللي ربنا كتبه لي، يمكن مثلا لو كنت شايف ما كنتش مثلا كملت في الكهرباء، يمكن مثلا هو مثلا عمل كده عشان مثلا انا كافح واشتغل واسعى، وهو ميزني على ناس كتير قوي، في غيري مش شغال ومفتح وشايف وبيقول لك انا وانا، بس انا الحمد لله حشت زي في شغلي في دماغي في طريقتي. بروح اخد مقاسات شغل في شقه، بعرض على الزبون بيبقى مهووم، يعني انت ازاي هتجيب لحد كده؟ بطلع برضو معاه وانا شغال في الحداده، هو يكون شغال في الكهرباء، بطلع اساعده بقول له على الوان السلك، باخد له التيست بتاع الكهرباء، انا الارض وانا الكهرباء، وهو بيشتغل. التيم بتاعي بس اللي هو مساعدين، اللي هو مثلا السلك دي مثلا لونها ايه؟ يناولني مثلا حاجه، يفرد مثلا معايا حاجه، لكن شغلي في التكسير وفي كل الكلام ده انا مكسر لوحدي الحمد لله، بمسك صاروخي لوحدي. بيعمل حركات بالصاروخ انا ببقى خايف عليه، يعني انا عملتها ببقى حريص بالصاروخ برضه، هو ببقى خايف عليه، ممكن يقول لي سيبنا اشتغل، يبقى زعلان، ساعات بيطلع معايا شغل حداده. في حاجه هتستغرب لها، يعني كمان ممكن نسوق المكنه بتاعتي بايدي، انا بوجهه يمين شمال. وانا بتمنى من ربنا ان انا ارجع افتح تاني والف على مكان انا اشتغلت فيه واشوف شغلي بايدي واشوف الحاجات اللي كنت بعملها واستمتع بالشغل اللي انا كنت عامله واتفرج عليه كده وانا واقف.